السلام عليكم. حسن نصر الله يكشف عدد مقاتلي حزب الله المدربين والمجهزين. إن لم تكن مشتركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن عدد مقاتلي الحزب المدربين والمجهزين، وقال نصر الله في خطاب متلفز تعليقا على أحداث الطيونة في العاصمة بيروت التي وقعت الخميس الماضي: فقط الهيكل العسكري لحزب الله الذي يضم الرجال اللبنانيين المدربين والمنضمين والمهيكلين والمسلحين وأصحاب التجربة وأصحاب الروحية، والذين لو أشير لهم أن يحملوا على الجبال لأزالوها، يبلغ عددهم 100,000 مقاتل. وأضاف: هذا العدد خلافا لجمهور الحزب والمؤيدين والمحبين وحلفائنا بحركة أمل والحلفاء الآخرين، وخلافا للتنظيمات النقابية والمهنية الحرة والتنظيمات النسائية والكشفية في الحزب. وثابعا: أنا أقول هذا الكلام لمنع الحرب الأهلية وليس للتهديد بها، وهؤلاء جهزناهم لحماية بلدنا وكرامة وسيادة بلدنا وليس للقتال الداخلي. وثابعا: نحن لسنا عاجزين ولا ضعفاء، وحساباتنا صحيحة لأننا أصبحنا قضية وأخلاق، إذ أننا يوم الخميس تعرضنا للقتل وسكتنا، وكذلك في خلدة. وأشار إلى أنه لم يأتي يوم من عام 1982 وكان حزب الله قويا كما هو اليوم. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.